أهن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة اليوم نظيره البريطاني بوريس جونسون على الفوز الساحق الذي حققه الأخير في الانتخابات البريطانية. وأضاف نتنياهو أن فوز جونسون يعد انتصارا ساحقا في الكفاح ضد معاداة السامية. ولم يخفي مسؤولون إسرائيليون رغبتهم بفوز جونسون على زعيم حزب العمال جيرمي كوربين الذي اتهم بانحيازه للفلسطينيين ومعارضته لسياسات إسرائيلية. أريد أن أهنئ صديقي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على فوزه الساحق في الانتخابات وأيضا في الانتصار الساحق في الكفاح ضد معاداة السامية. أتوقع أن أعمل مع بوريس جونسون في السنوات المقبلة لكي أستمر في تقوية العلاقات الممتازة بين إسرائيل وبريطانيا والتي تنعكس في البيانات التجارية المتبادلة الهائلة بين الدولتين، كما تنعكس في السياحة والعديد من المجالات الأخرى. وأنا أقول لك أنه يمكن رؤيتها أيضا في الجانب الأمني في الصراع ضد الإرهاب بطرق لم نراها منذ سنوات.